قولي يا ياسمين لي كويستشن عندك يلا. During the holidays. During the holidays. Sales a store declared a 30% scam. During holiday sales يعني بالمبيعات وقت العطلة. Store شو يعني محل؟ محل أو متجر أو مخزن إيه. Declared شو؟ Declared يعني أعلن أو announce يعني أعلن شو أعلن يا عمل discount حبيت 30% على each article شو الارتكل؟ القطعة القطعة أو البضاعة ماشي فإذا عامل discount 30% هاي discount معناتها بلس ولا ماينس؟ ديكريز عم ننقص بالبرسنتج طيب أول بار شو عم يسأل؟ فوق عندي What will be the price of an article? يعني مثلا عن النيو ولا عن الأول؟ مثلا عن النيو هيدي معناتها عم يسأل عن النيو طيب The actual price is The actual price معناتها السعر الفعلي اللي هو بين دقي هلا ماشي هل الأكتوال برايس معناته نيو ولا أول؟ أول هلا هون بهذا الكويستشن هو أول شو اللي دلني إنه هو أول؟ عم يسألني عن النيو يعني هو بحد ذاته ما دلني إذا هو نيو ولا أول دلني السؤال بسألني عن النيو اللي طلع النيو برايس إذا هلا السعر الفعلي هو شو 60,000 فمعناتها هيدي رح تكون الأول وهو عم يسألني عن النيو كيف بنحلها يا شو اسمه؟ ايوه نحط الرول اللي هي ميو ايكوال 1 ماينس يعني 30 على 100 مشاك تايمز لول اول شيء نحط الرول هيك طيب يلا شو يعني ديسكاونت؟ ديكريز نحط 1 ماينس ولا 1 بلس؟ ماينس طيب النيو بنعرفها شيء لا 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 بكتب النيو هي زيادة equal 1 minus 0.7 هاي 0.7 times the old بنعرفها ولا لا؟ 60,000 42,000 Lebanese لير واضح؟ صعب شيء؟ فاطمة باكري تاني فرع يلا لحظة شوي شو باكري؟ في شيء مش معروف؟ يلا بلش كل اللي تبع كل اللي تبع انتبه معاه What was the price of an article? What was the price of an article? يعني المفروض شو هاي all the price. سألنا عن all the price. هلا قلنا مرات بيكون في was وما بتدلني على all. كيف يعني؟ مثلا بيقول لي the price of an article مثلا بسنة 1999 was هلا وبال 2000 was هلا اثنيناتهم was اثنيناتهم بالباست بس اها مين اللي بدلني عن نيو ولا اول؟ حسب السنة هي بدلني عن نيو ولا السنة الجديدة يعني عندي انا 1999 و 2000 بال 2000 بتكون هي نيو وال 1999 سنة ال 1999 بتكون اول طيب هون عم بيقول لي what was the price if it is on sale is 35,000 يعني معناتها وات واز عم يسألني عن الاول وهي بنعتبرها شو؟ نيو كيف بنحلها يا فاطمة؟ بنحط القاعدة النيو او برايس ال1 بلس 30 اوفر 100 ايه ضرب الاوف برايس ليه حطيت بلس يا استاذ؟ ماينس ليه ماينس؟ فبين الاوف برايس لا كيف بعرف اذا ماينس ولا بلس؟ على اساس بعرف اذا ماينس ايه على اساس ديكريز وانكريز هون عندنا ديكريز ولا انكريز؟ لا كيف عرفتها؟ ديسكاونت يعني ديكريز يعني بحط شو؟ ماينس طيب النيو بنعرفها النيو شوية؟ ايه 35,000 ايه 35,000 هيدي 0.7 شو بصير هلا يا فاطمة؟ احنا بتروح هذه تحت ال بتروح 0.7 يا تحت ال 35,000 over 0.7 equal all يعني الاول ايكوال قديش بيطلع هون 50,000 ليبانيز ليبانيز واضح؟ طيب نجي كمان بعد لنا البارت الثالث اقري يا زهراء عيديبي البارت الثالث يلا ديزاينيكس شو يعني ديزاينيك؟ بتمثل لنا ديزاينيك او ريبريزنت اف اكس ديزاينيك اف اكس ريبريزنت اف اكس ديمودز
أو بيقول لي let x أو كل شو معناتهم إنه اعتبر إنه x كذا. عم يعرف لي شو هي x. طيب x هي شو؟ The price of an object before the sale. Before sale. شو يعني هاد النيو ولا all؟ هاد الall. طيب. And what designates the price of the same object after the sale. After. شو after؟ شو دلنا؟ New. New. عن new. طيب. كم؟ How do you express? Express. Why in terms of x؟ يعني من اللي شو؟ Algebraic relation. شو شكل algebraic relation يا زهراء؟ Y equal ax. هاي منبر هتجي y equal ax. كمان منحط الرول هي نفسها. شو بكتب؟ نيو برايم نيو ايكوال زهراء 1 ضرب الاول مين النيو زهراء؟ زهراء نيو هي الواي شاد الواي هي النيو 0.7 تايمز اكس هاي هي الجبر ريليشن واضح ولا لا؟ كوران يلا ريان شو عم نقول بالبار دي؟ Represent the preceding. قبل. اللي قبل السابق. Preceding السابق يعني قبل. تبوا تبوا عندكم على الكتاب إنه preceding معناته السابق. يعني السؤال اللي قبل السؤال السابق. إيه. Represent the preceding relation. ما هي the preceding relation؟ Y equals 0.7. أكيد هي العلاقة السابقة مش هيك طيب. In a system of axes x from an x and y. بدنا نرسم يعني شو؟ خط. أول شيء لازم نقول هاي الجملة اللي نقولها كل مرة. It is a straight line. The graphical. The graphical representation. Representation. Of y equals 0.7 x. Is a straight line. Is a straight line. Is a straight line passing through the origin. شو الكوردينيتس للأوريجن عادة؟ 0, 0. And point تاني. 1 A. مين هي الأي هون؟ 0.7 هو الـ rate of proportionality واضح؟ هلا فينا نقول إكس بعدين نرسم على الجراف. نرسم الجراف. هيدي الاكس وهيدي الواي رح يمرق الجراف بالزيرو زيرو خلينا نحطهم شوية مثلا نحطهم 1 2 3 4 5 عمر ربعات لك هو إذا قال لي orthonormal system إذا قال orthonormal ما بيمشي الحال خدهم مثلا 1 1 1 0.4 0.4 بس يقول orthonormal بده يكون نفس اليونتس اللي هون مثل اليونتس اللي هون شفتوا شو؟ هلا هو قال لي سيستم ما قال لي orthonormal فين يعني ياخذ سكيل؟ رح ياخذ انا لما رح خدها 1 1 رح ياخذ سكيل 1 1 هون 1 2 1 كمان 1 2 بس ال 0.7 بتصير تحت ال 1 فانا خليني ياخذ شيء فاليو غير هيدي اف اكس خليني ياخذ فاليو للأكس غير الوانس مثلا في اكس equal 10 إذا عندنا y equal 0.7x if x equal 10 شو بتصير y equal 0.7 times 10 يعني شو؟ 7 شو بتصير البوينت الجديدة؟ x تعودها 10 والy تعودها 7 يعني رح يمرق الخط بال 0 0 شوف 10 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 هيدي 10 نطلع على مين؟ 7 عند 7 1 2 3 4 5 6 7 هيدي هون انتو اكيد مش رح تحطوا هول النقط لانه عندكم مربعات لحتى رح تعرفوا وين هي هيدي النقطة اللي هون انتو على مربعات ببين معكم هيدي النقطة شو بعمل هلا؟ بدي وصل الماستر هيدي هون بهيدي النقطة ما زبطت معي على الماستر اكيد مش بايدنا على الماستر ماشي؟ هيدا الخط شو هو y equal 0.7 فيني طولها لهي الخط من تحت ولا لا؟ لا انا مش في الماينس لا لانه هيدي مثل ما عم بقول هي هودي برايسز وهيك البرايسز ما في منهم بالماينس مش هيك بده يكونوا بس من بريت البوزيتيف واضح؟ هيدا كل شيء بهذا السؤال